قد ايه بقى ما لعبش؟ اه طبعا الزمالك والاهلي باينه يعني. انا هقول الفرق، انا بالنسبه لي الزمالك اللي هيبدا الشناوي، اسف ابو جبل، احمد عيد، محمود علاء طبعا، وعبد الغني وعبد الله جمعه، طارق حامد، وساسي، اوباما، زيزو، بن شرقي، مصطفى محمد. حازم خلي بالك، الناس في ناس بتقول ان حازم يبدا، حازم بعيد، ما ينفعش تجيب لعيب من الثلاجه بقى له فتره بعيد وراجع من ماتش زي ده. لا تبدا بيه، وبعدين النهارده، وبعدين عيد عمل الماتشين اللي فاتوا كويس، وبعدين النهارده ما تشتغلش، ما تقدرش تشتغل 90 دقيقه، لكن عيد عنده يعني، عيد عمل ماتشات كويسه قوي، ماتشين تعجبه كويس قوي، لا بس دفاعيا وقافل عنده مشاكل. الاهلي عندك توقع ليه؟ الاهلي يقول حازم، الاهلي شناوي، هاني، معلول، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، معلول، السوليه، ديانج، حمدي فتحي، او حمدي فتحي واحد فيهم، أفشة، حسين الشحات، اسمه ايه، اجايو، ومروان. مشكلة معروف يعني، مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة سيف بالنسبة للزمالك في رأيي، هو تطور مستوى أفشة، وهو ده الفرق الكبير اللي هيبقى ما بين ماتشات الزمالك والأهلي اللي قبل كده والماتش ده. أفشة في الماتشات كلها اللي فاتت بتاعت الزمالك والأهلي كان فايدر بيلعبه على جنب، ماتش اللي قبليه، ماتش الأخير لعبه وينج رايت، كان بيدخله لجوه عشان هاني يزيد، وبن شرقي كان بيستلم في ظهر هاني على طول. أفشة تطور مستواه مع الأهلي في الماتشات الأخيرة كرقم 10 ومع المنتخب. ماتش الزمالك والأهلي اللي اتلعب الزمالك كسب، ما كانش عنده أطرا، كان لعب بثلاث ديفندرات لأنه ما كانش عنده، فلعب بثلاث ديفندرات في نص الملعب قدامهم أفشة على اليمين وكان شحات، فهو غير السيستم شوية وده فاد نادي الزمالك. لو الجون الأول لو تفتكر محدش مغطي مراهاني، فبن شرقي عدى راح المسافة دي كلها. النهارده الأمور مختلفة شوية، إن عنده ديفندرات كويسة، حتى لو يعني عنده شوط هتلعب، وعنده الثلاثة زي ما هم وزي ما ميدو قبل أفشة في أحسن حالاته يعني. هي المشكلة الكبيرة الفرق، زي ما زيزو في الناحية التانية في أحسن حالاته برضه، زيزو مشكلة، زيزو قيمة كبيرة. المشكلة الكبيرة للأهلي يا سيف، وأنا بقول كده، إن أصعب حاجة في الكورة إن نقطة ضعفك تبقى نقطة قوة الأوبوننت بتاعك، وهو دي المشكلة الحقيقية اللي موجودة عند الأهلي، إن نقطة قوة الزمالك قوة الأهلي إيه؟ ان عندهم فول باكس طايرين، الباك اللي ناحيه الكره بيطير وبيروح تلت الاخيره، دي مدرسه موسيماني. بتتكلم على الثلاثه اللي تحت للزمالك؟ لا انا بتكلم، الثلاثه اللي تحت المهاجم يعني. الزمالك اقوى فرقه في افريقيا، الزمالك اقوى فرقه في افريقيا لما بتقطع الكره ترانزيشن، وهو ده الترانزيشن اللي هو التحول، اول لما بيقطعوا الكره بن شرقي بيطير وزيزو بيطير وبتاع. مشكله الاهلي ان هو وهو بيبدا الهجمه مع موسيماني، الراجل اللعيب نمره 6 بيسقط سنه في وسط السنتر باكين والباكات بتطير. الزمالك لو قطع الكره في اي وقت وهم بيبداوا الهجمه للاهلي وهم في نص الملعب 70% جون. هي دي مشكله الاهلي الحقيقيه، ومشكله الزمالك الحقيقيه عشان ابقى صريح معاك، تطور مستوى قفشه، وان الونش مش موجود. الونش يفرق كتير مع الزمالك، يفرق الونش سريع جامد، تعامل مع الكره العرضيه، اسرع واحد جلسة. لو فيها حصل ان انت ضربت في خط الدفاع، هو الوحيد اللي عنده السرعه انه يجيب المهاجم، الكرة العالية بتاعته بيطلع في الكرة الفلور، هو اللي بيلعب مان على المهاجم الأساسي لأي فرقة.